السلام عليكم يا اخواتي, وعاملين ايه؟ فلوج جديد النهارده. هنجيب كل ست النهارده جايين نعمل تقييم لمطعم سوريانا في اسيوط الجديده, ومعانا برضه حاجه مقاطعه, ومعانا ديو ولسه موصلين زهره الموقف. بص يا خبير, لا هينزل زهره ديو. انت اخترته ده عامل كده ليه؟ ما انا بقول لك اخر حاجه. هو كانوا عاملين كده والله مش عارف كمان دي نادره دي. بصوا يا جماعه, ديو طلعت خربانه وشبه حاجه عيب. تعمل دفر طلع لي بربيش دفر ولا انا باكله بشرهم دفر التاني. اه بكرم كده ما بعرفش, لازم اشرهم دفر التاني. ايوه اتكسر. لا مش اتكسر. في المفتاح يا جماعة النهاردة, خليكم معانا احنا بناكل بس وكيموا معانا طعم الاكل. لا احد بتاعك بس خلاص. المهم يا جدعان, دلوقتي احنا جايبين جايبين 4 سندوتشات, 2 شاورما واثنين ستريبس. فالمهم اول حاجه كداب, هما 2 كريسبي, 2 كريسبي واثنين شاورما. قلت لكم مدتش عايز اضحك عليكم, دول كريسبي. هنجرب الكريسبي ونقول الو. حكينا الصوص يا صاحبي ده. شوف بقى, هل علي طبعا ظبطنا دي حاجات علي. الحاجات دي علي موصي بينا قوي. بص علي عمل قد ايه النهارده. يعني علي كتر خير. علي تعب تعب جامد النهارده. ده بيعمل مجهود. انت شوف كل اسبوع بيطلع عشان ما يتحزرش. طبعا ما نسيبلناش نيتنا. طبعا علي كل الزبون بيعد له مجهود على حسب ده. هو شاف عمار, بص ادينا قد ايه. بصوا عشان عمار, بص يعني. ومو ده سر صاحبي, دخل بعدي واداله مجهود على قد اللي في العلم. خد مجهودك. انا هاكل من تعبي, ومو ده سر هاكل من تعبي. كل واحد على حسب تعبه. في صوص تاني امسك. في صوص الحامي, انا بحب ده السبايس. ومعانا ده بقى كان من اميره اللي كانت واقفه مع علي. اميره جابت الصوص ده لونه اصفر. انا بحب السبايس. الاستاذ مصطفى عبده راجل مهندس. طبعا اول حاجه تيست, يلا نعمله. ده الصوص بتاعي, اميره جابت لي كتير وجابت لي مدسه حبه صغيرين. بص بقى, بص تعمل ازاي بقى يا معلم. تنزل كده, بص بص خطير. بص جامد مغمض هو. هنا بتطلع بجد. اول مره نعمل هنا بجد. حلو والله. وانا عشان جعان. من ساعه السندوتشات ما كناش صح. من ساعه السندوتشات. مع بعض يلا. حابب احكي لكم موقف. المهم مدسر كان هنزل زهرة دلوقتي اسيوط, بس انا اللي مرضتش. اسمع بس, موقف مهم قوي. احنا قاعدين دلوقتي على الممشى, هيجي واحد اسمه احمد بيه هيكبس علينا بقى. هشوف الكاميرا يقول احنا كده هنفجر الايه الممشى, واحنا بنصور عشان نصور نوثق العمليه الايه الاجراميه. وانا دلوقتي وانا قاعد ممكن الشباب اللي معدي دي تفتكرني بنوته قاعد جنبه ويجوا يطبوا علينا. ولد والله. عايزين احمد بيه. سيبوا يا جدع, الراجل شغال. عايز يجي يطب علينا. بيبقى متعه كده اللي هو جاي انه يمسك يكفش حد في الاخر ما يجيش حد. بحس بمتعه والله. يا جماعه الكومباوند اللي قدامنا ده كومباوند جامد. على اسم حد, اسمه زهره. على اسم حد يخص مدسر. لا والله يخص مدسر. لا لسه نازله والله يا جماعه. كترانا هنا هو روان في كل زهره. شوفوا كنا نشغل هلا والله العظيم. انت لو قلت والله لو قلت لك كنت شغلتها هلا. اما اما بمده حلو ماشي. منزله منكده
بس تلبس دي مدهنة ما بيفك اصحابي. لا تمام. يا اما مغمى عليها يا اما ميتة يا اما متضايقة. بتفكر لما بتكلم تروح تضحك. طب لا. لا اقول لك كلمة حلوة. تلاقي انا عملتينك. لا والله. لا. مثلا اقول لها. ولا شاف انت لا انت. ليش عارف لها وحش وشاف انا لا تشتم نفسك اقول لها يا عم والله انت حلوة. وامر. وزي الامر. تهتتها قلت تتنطط عارف انت ليه حلو انا زي الامر ماما انا حلوه يا ماما عارف الفيديو ده ماما شعرك جميل يا ماما